السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، تمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت من بعد ما سمعت تصريحات ديال الزوج. الزوج سيدي قال لك اتذكر هذا، قال لك سيدي، قال لك راه هو حر، هو ومرتو يديروا اللي بغاو، ومرتو هي حرة ودير اللي بغات. اكيد نتوما حرين، حنايا ما متفقين معاكم، ولكن ماشي في اليوتيوب ديروا الفسق والفجور ديالكم، ماشي بلاصتكم هنايا، خاصكم تعرفوا هاد الحاجة. ماشي حيت سدوا عليكم بلايص الدابة ديال الوساخة بغيتو تجيو توسخونا، حنايا معاكم هنايا في اليوتيوب، وتجيو تشوهونا وتشوهوا البلاد ديالنا. نتوما اللي شوهتو بينا، يعني في العالم العربي، ولا بالنسبة حتى في العالم بأكمله، وتيصحابهم واش المغرب كله بحال هكا. فكنقول لهم من هاد المنبر، فالخنز حشاكم او الوساخه والقذاره فموجوده في اي بلد، يعني ما كاينش شي بلد ما كاينش فيها يعني الازبال وما كاينش فيها القاذورات، فهادو من ازبال وقاذورات ديال يعني المغرب. فاش نقول لكم هنايا خوتي خواتاتي، هادو اللي شوهو بينا، هاد اش نقول لكم، هاد الوسيخات، هاد القاذرات، هادو اللي خارجين اش نقول لكم فيديوهات اباحيه يعني وسط اليوتيوب، واليوتيوب ماشي كنقولها وكنعاودها، هذيك الفاسقه والفاجره قبل ما كتحط الفيديو ديالها يعني راه يعني كيعطيوها بانها تعمر واحد سميتو واحد لافيش بانه يعني الفيديو ما فيش اباحه جنسيه، ما فيش بزاف ديال الحوايج، والاباحه الجنسيه هي من اول الاشياء يعني اللي الانسان يعني كيكليكي عليها، بانه الفيديو ما فيش اباحه جنسيه، والسيده كتخالف يعني كتخالف هذيك القوانين وكتحط لنا الاباحات الجنسيه، وهذا الشيء لا يعقل وما خصناش نسكتوا عليه. فكيقولوا بانه هما حرين حرين، ولكن ماشي هنايا كما كنقول لكم. وحاجه اخرى اللي بغيت نقولها، بانه كاينه هناك شرطه الكترونيه يعني حتى هي كتنص وكتمنع بحال هاد الاباحات ديال الجنسيه والابتزازات وبزاف ديال الاشياء. الا نتوما ما بغيتوش تحشموا، غادي نلتجئوا معكم، يعني الامور تاني كبيره، وحنا كنتمناو بانه يعني الصوت ديالنا يتسمع للسلطه، لانه عيب وعار يكون معنا بحال هاد النماذج حتى هي يعني في وسط اليوتيوب. اليوتيوب يعني كي 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 كنقول لكم ليها، وحق الله حتى الكلام تخالط عليا. فاليوتيوب انت سفير لبلدك، يعني سفير لبلدك باخلاقك بشرفك بزاف ديال الحوايج، وهادو تعداو علينا، فحنايا خلينا لكم الشوارع وخلينا لكم بزاف ديال الحوايج، وحتى الليل سمحنا لكم فيه وخليناه لكم الليل ديالكم والنهار ديالنا، واش تجيو حتى في وسط منا بالليل وبالنهار؟ فهاد الشيء لا يعقل، هاد الوساخه وهاد القذاره نشوفوها مع وليداتنا. فلذلك خوتي خواتاتي، حمله ديال السينيال، وما نكذبش عليكم خوتي خواتاتي، عاونونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتفوا الحمله، لانه يد وحده ما كتصفقش. حاجه اخرى اللي بغيت نقولها، بانه التعليقات اللي كتجيني، اش نقول لكم، شي تعليقات ما عرفت منين غادي نبدا لكم ومنين غادي نوخر لكم. مهم بالنسبه من اول التعليقات اللي جاوني، يدخلي سوق راسك وديها في راسك، وهذا يعني من لا من الرجال ولا حتى من شي فئه ديال النساء، ولكن ماشي كتار ولا شي حاجه، غير فئه قليله. وانا بغيت نرد عليهم من هذا المنبر، هما حرين، وراه قلت لكم فين غادي يمشيو وفين كاينه بلاصتهم. نتمنى تكونوا سمعتوا الفيديو. وحاجه اخرى بالنسبه، الا بغيتوا تتبعوهم سيروا المواقع وتبعوهم الاباحيه، ماشي هنايا الا كانوا عاجبينكم. حاجه اخرى اللي كيقولوا ليا، بانه انا شوهتهم، دابا حنايا حسبي الله ونعم الوكيل، تقلبات الايه اخر الزمان هذا،
وليت انا اللي مشوهه، وانا اللي حطيت لهم الفيديوهات، وانا اللي قيدتهم وقلت لهم شنو تحطوا وشنو ديروا. انا حتى فيديوهاتهم، يعني فيديوهاتهم ديالهم اللي حطوا، ما عمرني هزيت بحال شي بعض القنوات اللي كيهزوا يعاودوا ينشروا يقولوا لك شوفوا هذا جدار، هادوك هما اللي سيروا حاسبوهم اللي كيعاودوا ينشروهم. انا ما عمرني نشرت ولا عمرني غادي نشر بحال ديك الوساخه ولا غادي تكون عندي في قناتي، لانني بحال كنشجع على ديك الوساخه ملي كنعاود ننشرها عاوتاني. فحسبي الله ونعم الوكيل من هادشي اللي ولينا كنشوفو. تتجي تحارب، تتولي انت محارب، وفي نفس الوقت انت هو اللي فاعل وانت هو اللي طارق. المهم ما عليناش وما كيهمونيش، نحن باقيين مناضلين وباقيين الى الامام وباقيين ان شاء الله. يعني الصوت واحد ما كيدير والو، بغينا يعني كلنا نكونوا في صوت واحد باش يتسمع الصوت ديالنا خوتي خواتاتي. فكتفوا الحملة هذه باش نحيدوا علينا هاد الوساخة اللي ولات معنا في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، فيسبوك يعني، والانستغرام. واللي كيهدد واللي كيدخل عندي باسم يعني بالقنوات، ودوك القنوات كذلك هادو المعروفه بالفساد ديال الروتين اليومي المشبوه، فتهديداتكم يعني لا تنفع معي بشيء، كنخاف الله سبحانه وتعالى فقط. احنا يخرجنا قلنا الحقيقه، وحنا قلنا احنا خرجنا باش الحاجة اللي محرمة جينا ودوينا عليها، ما جيناش دوينا على شي حوايج ولا هذا العيب والعار. الا جينا وخرجنا قلنا لكم خرجوا من البار ولا خرجوا من الكباري ولا خرجوا هذا، فماشي اليوتيوب. اليوتيوب كما قلت لكم يعني وكنعاودها، ماشي بلاصتكم، غلطتوا وجيتوا وحطيتوا شهتكم فيه، فما يمكنش نعيشوا او نتعيشوا يعني معاكم يعني في بلاصة واحدة، فما يمكنش. اليوتيوب وصل بزاف ديال الحقائق، وصل بانه المغرب ماشي ديال الفساد، المغرب ما فيش المفسدات، المغرب يعني بلاد الشرفاء وبلاد العظماء وبلاد المخترعين، وزيد وزيد والقائمة طويلة، ماشي ديال الوسخ يا الوسخ، ماشي تسد عليكم الوسخ وبتجيو توسخونا خوتي خواتاتي. ما علينا وعليكم غير حمله ديال السينيال ضد هاد المفسد، ان شاء الله غادي تسمع صوتنا، وان شاء الله غادي يوصل وغادي تحل هاد المشاكل هذه، فكل بدايه فليها نهايه. وكنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.